عسلامة البنات، اليوم باش نطيبوا جاتو. انا عندي حار عظم، فصلت الابيض على الاصفر باش نخدم كل واحد وحده. بالنسبه للابيض، تحبوا الابيض تاع العظم يطلع لكم ويولي موس بالكدا، يلزم البول اللي باش تخدموا فيها تكون نظيفه. نظيفه معناتها قطره مالي الباتور كيف كيف، خاطر كي يبدا فما شويه ماء ما يطلع لكش العظم. باش نطلع العظم نتاعي الابيض ومن بعد نرجع نخدم الاصفر. توا كملت العظم لين كيف تقعد تخدم فيها، حتى كي تقلب البول تلقاها ما تطيحش، معناها العظم ما تطيحش. توا باش ناخذ كيس سكر بهذا، نصب بشويه سكر ونعاود نخدم العظم حتى تولي ثقيله. توا الواحد نتاعنا العظم الابيض نتاعنا ولات ثقيله بالسكر، توا باش نتعدى ونخدموا الاصفر تاع العظم. هذا ابيض العظم والسكر نتاعنا، وهذا اصفر العظم. زدت كاس زيت، نفس الكاس اللي قصت به من الاول، قصت به السكر نفسه، كاس زيت. زدت مغرفتين ولا ثلاثه حليب، وباكو خميره وباكو سكر فاني. توا باش نزيدو ثلاثه كيسين فارينه، ومن بعد نخلط عليه الابيض تاع العظم. توا هذا اصفر العظم بعد ما زدت الفارينه، زدت زوز كيسين فارينه. توا باش نبدا نزيدو في السكر، في السكر والابيض تاع العظم بشويه، نبدا ندخل فيهم بشويه باش ما يتكسرليش. نكمل ونوريكم. هذايا هو الميلونج نتاعي بعد ما دخلت الابيض تاع العظم والسكر. توا باش نقص شويه من الخليط في البول ونزيدو مغرفه كاكاو. توا زدت المغرفه باش نبدا ندخل فيها بشويه كالعاده، بسباتول ولا بمغرفه، ما نخدموش بالباتور. توا بعد ما دهنت الطبق نتاعي بالزبده وحطيت له البابيي، باش نبدا نعمل في المونتاج تاع الجاتو نتاعي. مغرفتين من الجاتو العادي في الوسط نتاع البلاط. توا هذه الجاتو نتاعنا، حطيت مغرفتين من الجاتو العادي الابيض ومغرفتين من اللي بالكاكاو. توا باش نقصها هكا بالسكينه، باش نحطها في الفور نسخنو بالكدا ونحط فيه الجاتو نتاعي. هذايا الكيك ماربري نتاعنا توا احضر، ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت. ما تنساوش ابوني فو ا ما شين سي غراتوي، فما كلمه ابوني مكتوبه بالروج تحت الفيديو، كليكي عليها وكليكي على السونوري اللي بجنبها، كل ما نهبط ريسيت تجيك نوتيفيكاسيون. بالسلامه.